تسلم ايديك. اهلا وسهلا، شرفت وسهلا. شو ما لقيتي؟ بلا ليكو جاي. يعني اخيرا بتعرف على خطيب اختي. صور، تركتني كنت بالحادي عشر، رجعت لقيتني بالجامعه ومخطوبه كمان. شو بك صائب؟ ولا شيء، بس الزمن، سنة الحياة. معك حق، سنة الحياة. بس بتعرفي كأنه أبوك كتير كبران بهالكم سنة. لاحظت عليه؟ بالمناسبة هو شو قصته؟ يعني ليش كان مصر علي يبقى بأمريكا؟ بالعادة رأيه مو هيك. صاير معه شيء؟ يعني غير الاستقالة في شيء تاني أنا ما بعرفه؟ طيب روق شوي ليتركن الصبي، بعدين بتقعد معه وبتفهم منه. شو بدي افهم منه؟ لك الصبي جاي من هنيك وقلبه طائق. الشباب لما بيجوا من برا لك ما بيسكتوا، بيضلوا بيحكوا شو شافوا كيف عاشوا. لك هذا جاي ساكت فرد سكتة. ابو صائب شبك؟ بحياتي ما شفتك مهموم لهالدرجة. على شو كل هالتعصيب؟ استقلعت من البلد فرد مرة شبك؟ صرت عم حس حياتي تفاهة تفاهة بتفاهة. بتفهمي علي؟ استهدي بالله يا رجال، خلينا نفكر على مهلنا بمستقبل هالولاد. هاي رجع ابنك دكتور وباختصاص مهم، ما بدنا نعرف شو بدنا نساوي، شو ناقصه، شو لازمه. لك مو لا يعرف هو بالأول؟ ما هذا اللي أنا عم قوله، خلينا نفهم بقيان الصبي هون ولا مسافر لشي قرنة، وإذا بقيان هون شو بدنا نساوي. ماشي ماشي. هلا وقت التدخين. ما في فايدة. لساته عم يدخن كثير معه؟ نفس القصة هو وامي. مرحبا. لك اهلين. اهلا. كيفك؟ اهلا وسهلا. بلا السلامة. الله يسلمك. صائب اخي. وليد خطيب الانسة. اهلا وسهلا، تشرفنا. تفضل تفضل تفضل. طمنا، شلون امريكا؟ ماشي. لا بقصد شلون حياتكم بعد 11 ايلول؟ زفت. الاعلام هلكنا. لمجرد تكون عندك ملامع شرق اوسطيه ممكن تتعرض لمشاكل. يعني حاطين احتياطنا. رسميا ما في شيء، بس الاعلام هو اللي بيخلي الاشخاص عدائيين. الناس هنيك طيبه، بس هشه تجاه المعلومه. بقصد تجاه الاعلام. طبعا كل شيء الا الواحد يقرب على الامه والمجتمع. ولما الموضوع بيتصور هيك خلص، والاعلام بالضبط صور الموضوع هيك. لذلك صار كل واحد شرق اوسطي ارهابي، وخاصه العرب. مشان هيك العرب واعين بين صفائين. بين صفائين؟ يقول 10 صفاءات. ما بتعرف حالك مين، وما بتعرف شو اللي بفيدك وشو اللي بضرك. بس يعني هنيك الواحد بيقدر يحكي، يوضح، يشرح. والنتيجة شو؟ عربي بس منيح. تعرف شو يعني؟ يعني ما لك علاقة بشي، ولا عندك قناعة بشي، ولا حتى بنفسك، ولا بأهلك، ولا بلغتك، ولا حتى ببلادك الأصلية. يعني مثلا فلسطين مجرد كذبة. ما حبيته للأمريكان. ما شو هالحكي وليد؟ معقول؟ ما نحن منحب كل خلق الله حتى لو كانوا ضد مصلحتنا. المسألة مو مسألة حب وكره، بس واحد مو قبلانك، مو شايفك على أساس مثله. يعني تصور حالك إرهابي. إرهابي يعني عكس المسالم والحضاري. تصور هذا الحكي معناته بدك تقضي طول عمرك وانت عم تدافع عن حالك. يا جماعة أنا مو هيك، أنا مو هيك. بقى شو بدي وجع الراس؟ لم ترحلت. لا خيو، بهالحالة أنا بفضل أكون إرهابي. عم تمزح؟ إيه أنت هيك هيك إرهابي. هذا الكلام هنيك مشكلة، لأنه ما رح تلاقي خصوصية لإلك غير الإرهاب. بقصد تهمة الإرهاب، سمعة الإرهاب. بتصير مستباعة غصبا عنك. الناس ضدك، الأفراد، المؤسسات. مو لأنه هنن سيئين، لا بالعكس. الناس هنيك أساسا مو أصحاب قضايا كبيرة. كل واحد بده حاله، ما بيهمه غير حاله. لكن حصل هياج مو طبيعي بعد نيويورك وواشنطن. الوعي القومي طلع. وعلى مين؟ على ناس ضعفة
بلا حول ولا قوة. لهنيك لحقنا الظلم. الضعيف بده يندعس، الأمم الضعيفة ما بتلاقي مين يقدرها، يعني شو بدهم يقولوا لنا؟ روحوا قوه بعدين تعالوا لنتفاهم. وبالنهاية الناس هي اللي بتدفع الثمن، الناس العادية. طيب ليش؟ يعني ليش أنا شو ذنبي اللي يروح علي موسم شغلي؟ حبيبي الأمريكان ما بيخلصوا انتقام، هاي هتلر لهلأ نازيم ساحته. انتقام؟ يعني متخلفين؟ شو بيعرفني؟ والله ما عاد عرفت مين متخلف ومين حضاري. مرحبا سناء. اهلا مروه. شو بكي؟ هلكتوا؟ انا عم دق الباب، صاير لك شيء؟ لا ما صاير لي شيء، بس يعني حاسه حالي هيك شوي مكسره. بتكوني مقربه؟ يعني امبارح كنتي عين الله عليكي، نازل ضغطك شيء؟ شو بكي؟ شو بكي؟ اهدي اهدي، راح اعمل لك قهوه بلكي بتصحصحي شوي. مروه ان شاء الله ردي يمكن امي. طيب. الو؟ اهلين؟ مدام سناء بالحمام، مين بريده؟ شكرا. يعني ضرتها؟ ايوه مطوله. اوكي شو بدها؟ بعدين فادي. الو اهلين. اهلين مدام شكرا. اهلين سناء، كيفك حبيبتي؟ طمنيني، بدك شي؟ لازمك شي؟ صدقيني بحس حالي مسؤولة عنك بعد وفاة المرحوم. الحزن أثر علينا كلياتنا. الله يديمك يا ست شكرا، الله يديمك. تسلمي تسلمي. لا أنا بخدمتك. بقيان من مفاتيحه عندك شي؟ يعني أحسن ما نغير قفال ونخلع دروش. مفاتيح؟ لا والله يا مدام شكرا ما لقيت، يعني بقصد ما لقيت غير مفاتيح بيتنا والسيارة. قولي مفاتيح المكتب اجوا تبعوتوا مستشفى واخدوهم وعملوا ضبط شرطة بالموجودات. طيب حبيبتي دوري شوفي، يعني بلكي بتلاقيهم هون هون. بالحقيقة أنا دورت بس بشوف لك، برجع بدور مرة تانية وإذا لقيت شي بخبرك. يعني أنا شو بدي أعمل بالمفاتيح صح ولا لا؟ مالي فيهم. على كل نحن أخوات سناء، يعني إذا بينقصك شي بيكون عندي، نتساعد سوا. يرضالي عليكي دوريلي علي. أوكي حبيبتي بس بسرعة الله يخليكي. مع السلامة. الله معك. شو؟ أبد المفاتيح؟ إيه ما فشرت بنص عينة؟ شو رأيك؟ خليها تغير القفال؟ ليش أنت عندك مفاتيح؟ عندي كوشة. ليش ما حكيتي؟ وليش بدي احكي؟ سحبت منه مفاتيح البيت والسياره، كنت بدي ارمي الباقي وخليها تروح تساوي غيره. بربك هذا حكي؟ بتتذكر المفاتيح بعد 20 يوم من الوفاه وكانت طالعه من عند المحامي وعم تقول انها حامل؟ بعدين انت كثير ذكيه، ها يعني بدك تعاقبيها وتدفعيها 400 500 ليره حق مفاتيح؟ ايش هالذكاء هذا؟ يعني ما خطر لك انه بهالخزاين بهالدروج في شيء بخصك؟ ايه حاجتك بقى، من يوم اللي تجوزته لعادل لهلا وشكرا حرداني، لا هو راح ولا هي اجت وكل شيء بخصني هون. معقوله انتي؟ هلا جوزك متوفى؟ يعني املاكه صارت للكل، يعني بلكي في شيء هون هون بدها تلهفه وتضبه لحالها. عم تفهميني؟ طيب والحل؟ ايدك وايدها بتفتحوا كل شيء مع بعض. مجنونه انتي؟ ليش انا بسترجي؟ ايه ما بيطلع لي مع الست شكرا، اعوذ بالله. بعدين ولا نعرف انه مفاتيح بدها. أنا رح ساوي قهوة، خلينا نفكر بهدوء. أخصائية علمية،
عشان نقول السموم والاضرار اللي وكما هنا ومش بس فيها بروبايدين لايكول، فيها مواد حافظة، فيها مواد ريحة، كل الرواية كلها بتدي مواد اتفقنا انها مواد بترولية، فانت بتحطي على جسم طفلك بروبايدين لايكول. بتحطي له مواد حافظة كيماويات وبتحطي له مواد ريحة. تعرف لك صعب انه نحن شعب مسكين؟ ليش؟ طلع على الناس شبهه هلا شعبه بيفرح لمجرد انه نزل شوية نفط، مو مسكين بلا مسكين. سأؤمن أن فنجانا من القهوة يذوبني من الوجد، لأن حبيبتي وحبيبتي حلوة أماتتني من البعد. لينا؟ شو ده لورا؟ الشركة العامة للمنشآت الغذائية. أبداً، بس هذا واحد رفيقه لبابا الله يرحمه وكان واقع بمشكلة فحبيت ساعده، وما بعرف كيف طلعت مني الكلمة وقلت اني انا بقدر. بس هدول ثلاث قصص، غرامات تأخير، كفالة نهائية، مناقصة جديدة. ايه، ما انا قلت لحالي يعني انه كلمة منك كفيلة انه تحلهم كلهم. لبقتني لحالك بعدين. بعدين شو؟ لبقت قليلي انه رفيق البابا الله يرحمه، انا بكره الكذب. المهم قدي رح يدفع لك؟ 200,000. برافو برافو، عم تحكي بصراحة. 200,000 صحتين على قلبك، بس هيك مغدورة كتير، لأنه أي معاملة من هدول المعاملات الثلاثة تستاهل 200,000. خليه ينقي أو روح يتفق معه على سعر جديد، بس بشرط لا بقى تجيبي لي هيك معاملات. طيب شو أشتغل؟ افتحي مكتب إذا بتحبي. كنت عم فكر بهذا الشيء، بس بساعدك. عنجد؟ بالمناسبة كيف هيام؟ ما بعرف، صار زمان ما شفته. مختلفين؟ شو بعرفني، هي صايرة أنانية. هالكلام بلا طعمة، هلا بتروحي بتصالحيها وبترجع وسمني على عسل. هاي الحزازات الشخصية ما لها مطرح عندي، مفهوم؟ مفهوم، أمرك. إذا عندك شيء تعمليه أنا عندي شغل. Thank you.
طالعة اليوم؟ ما بعرف. ما في ما بعرف، يا طالعة يا مو طالعة. يعني إذا لقيت عندي وقت ممكن نروح لعند نجلة. أها، وشو في عند نجلة؟ ما في شيء، هيك زيارة. خير إن شاء الله. أي ما ليش هيك عم تحكي؟ لأنه مبارح اتصلت بالست لينا لحتى باركها بالخطبة، قام طلع لا في خطبة ولا هم يحزنون. أنا خطبة؟ هدى لا تسلبي علي، امبارح كنتي عم تحكي على التليفون مع الست لينا وكانت عم تقلي خطبة وما خطبة وانتي سكتتي وفتتي ببعضك مدري شو صار لك. بس هي كانت كثير عم تتمايع، انا تصرفتها بسرعة. هدى انا كل هالتليفون من اوله لاخره ما عجبني ولا فات بمخي، لا تفوتي لي بقصص طالعة نازلة وفايتة ببعضها، الغموض ما بحبه. ايمن ممكن اعرف ليش هالمحاضرة من عند الصبح؟ على كل حال شوفي يا بنت الناس، انا بحبك، انا بحبك كثير اكثر شيء هيك يعني كوميات، مشان هيك بدك تاخذيني عاد عقلاتي، انا رجال هيك مخي. الله يرضى عليكي، لا تخلي الفار يلعب بعبي. ويعني هذا طلب بسيط كثير، ما بده تعقيدات وما بده فوتات وطلعات. انا رايح على المكتب، واذا بدك اي شيء ابي اتصلي فيني. حاضر. غير نومك شو في؟ ابدا. هدى اشتقت لك شادين. اي والله اشتقت لها وما بدي شيء، بس بدي اشوفها. يعني عم فكر اذا اخذت لها هديه ورحت هنيتها بالزواج، يعني شو بعدك نايم؟ اصحى صائب، نحن هون بالشام وبامريكا. ما هو لأنه نحن هون، أنا عم بسألك شلون بدي أشوفها. وقف على باب البناية وانتظرها إلا ما تجي زيارة على بيت أهلها. أنطر صدفة. أشوف فيلم سينما. حكي أنت تليفون. كبر عقلك صائب، شو بك؟ والله ماني عارفان، لما كنت بأمريكا ما كنت أتذكرها، بس أنا وصلت لهون ومدري شو صار لي، صرت تعني لي كل شيء، صرت حس انه هي كمالت كل شيء. يا فتاح يا عليم على هالرومانس من عند الصبح. الله يوفقك يا شادين، لا تفوتي لي محاضرة هلا. والله مالي مروعة نقاش، بس حابة اسألك سؤال واضح ومحدد. انت لو ما صار 11 ايلول كنت تفكر ترجع على سوريا؟ ما حكينا امبارح بالموضوع. اخي بدي جواب واضح ومحدد، جواب على قد السؤال، كنت مفكر ترجع لهون ولا لا؟ لا. إذا تركت من هدى، البنت تجوزت والله يسهل لها. إذا كنت بتحبها يا صائب تبعد عن جد. صباح الخير. صباح النور. قوم اشرب قهوة يلا. مرحبا معلم. علي فتحي عود عود. لحظة. ألو. أهلين أبو محمود، الله يخلينا الوش الحلو على راسي. إيه طلعت لك يا مونتاج راسي، ما خاب تسريع الماء للتدفئة والتكييف سويسرية تصنع من أقوى المضخات بشرق العالم، يعني تمتاز بأداء عالي ونعومة صوتها والعمر الطويل، مضخات عمودية أفقية وغطاسة، محرك 3 فاز مع إمكانية تحويل لواحد بار، تحمل درجة حرارة من 20 لزائد 140، تحمل ضغط من 6 ل 16 بار. شامل حالك تاج راسي وشوف شو بصير معك ونحن بالخدامة. الله معك أبو محمود، أهلين بالعين. شوفي معلم، عم يخبرني ترانستير بلدية انه بوارس المانيفست جاي باسم شركة جرس للتوكيلات الملاحية وكلاف وزلاين،
وفوزولاي عاملة اقطرمة بدمياط. لحظة لحظة، فهمني شو القصة؟ طلبية الخلاطات وتقومة الحمام الركوكو عملت اقطرمة بدمياط. هلا البوالس مو باسمنا؟ امبلا معلم. لكن وين المشكلة؟ المشكلة انه البوارس لدمياط باسمنا، بس بدمياط معلم خربطوا، بدال ما يحطوا اسمنا نحن حاطين اسم وكيلهم، وهيك صار بدنا تنازل منهم. طيب اعملوا طلب تنازل؟ ايش شو رح يردوا علينا؟ رح يردوا على الوكيل تبعهم. احكي مع الوكيل تبعهم. عم حاكي، بس الموظف اللي عندهم ما عم يفهم علي، والحاويات بالمينا عليهم اجره وارضيات. يا معلم كل ما تاخرنا ما فينا نتاخر ولا ساعة واحدة لك عمي، البضاعة كلها تتواصي. بعدين الزباين اذا تاخرنا عليهم بيفرمونا اصابعنا فرن، وكل واحد منهم عم ينطر البضاعه لحتى تجي حتى يخلص الفيلا تبعه. ايش الشغله سايبه؟ بلكي معلم انت تحاكيهم. مين مسؤول عندهم؟ صاحب الشركه اسمه كامل سفرو. ولي هذا حوت ما بيطلع لنا معه. معك رقمه؟ ايه معلم. اه تفضل، هي رقمه. الو مرحبا يا بنتي، يعطيك العافيه. دخيل عينك بيسألك، مين مسؤول عنكم عن موضوع الشحن والبوالس؟ نحن شركة الإيمان. عفوا، المعلم عطاك عمره من سنة ونص تقريبا، الدنيا كلها دريت. على كل إذا بتحب حولك لمدام عفاف بنت المعلم. طيب لحظة. ألو ألو، ولك شو عاملينكم نحن لك عمي؟ البضاعة ملحوشة بالمينا وعم ندفع غرامات، وانتوا لا عم تحركوا حالكم ولا عم تنازلوا. عفوا، مين عم يحكي؟ اوكي، شركة الإيمان. عفوا ما عم افهم. لا، لأنه هاي بوالس يعني وراق رسمية، وبهيك طريقة حضرتك ما عم تفهمني شيء. شو يعني عم تدفعوا ورح ينخرب بيتك؟ نحن رح نخرب لك بيتك؟ سوري، ياريت تفهمني بهدوء، أو يفضل تعطيني معلمك. حضرتك وصاحب الشركة كمان، أهلا وسهلا، تشرفنا. صح صح، في اندماج شركات. لا، المسألة وما فيها أنه هني ارتبكوا بشحن كونتينرات سورية أو حطوهم كلهم باسمنا. لا لا طبعا، نحن اليوم رح تدرينا بهذا الخطأ. على كل الأحوال أنا رح مدد لك الفري تايم تبعك. لا، الموضوع محلول. يبدو أنتوا لسه ما بتعرفونا. لا ولو يا مادموزيل، نحن اللي بنعرفكم. يا سيدي ثانكس، مو مشكلة. عموما المسألة بالنسبة لنا مو مسألة مصاري وعمولات، نحن موجودين بالسوق من 54 سنة، يعني تراث. جدي الله يرحمه هو أسس هاي الشركة، يعني فيك تقول انه هي وراثه. لا لا خلص، ولا يهمك، بسيطه بسيطه. اوكي اوكي، باي باي. ما خلصنا من قطرمة دمياط لسه؟ طلبي لي نسخ عن فاكسات التنازل وبعتي لي اياها لكل زبون لحاله، لانه انا انصرعت من هالقصه. وخبري لي دمياط، خليهم يعرفوا كيف قوانين الشحن عنا بدقه. حاضر مدام. مدام هدول الكتالوجات اللي طلبتيهم. كتالوجات شو؟ خلاطات وتقومه حمام. اه اوكي. بتريدي شيء مدام؟ ايه، شوفي لي ابو احمد. حاضر. اذا اجى بعتي لي. حاضر مدام. شو يعني بدي اقضي حياتي كلها هيك متهمه او حتى مدانه؟ طولي بالك طولي بالك، بيصير كتير وقليل بين المتجوزين وخاصة العرسان. بس بدك الصراحة، هي اختك وحدة هبلة. اعتبريها مثل ما بدك، بس انا ما بينحكى معي الحكي. ايه روقي ست البنات، ما في شي محرز من حلها. كيف بدنا نحلها؟ بجوز طبعه هيك. حتى لو، الصراحة هي اللي بتسكر البواب. انو صراحة؟ شو بدك يعني قله؟ يعني صائب رجع من السفر، مصائب وقتت عمره على يدك لك نجلة. والله العظيم انه حسيت حالي مربطه لما حكيت معي لينا. خلص خلص، انا بحلها مع ايمن. كيف يعني بدك تحليها كيف؟ ما انا كان فيني خبره، بس والله استحيت. خلص شو بدك، المهم انت اهدي. معقول هيك تحول حياتي لهالشكل هاد؟ كل تصرف له معنى، كل حركه لها تفسير. ما هي فتره وبدها تمرق. ايمن بيحبك، بس بيحس حاله انه ما بيستاهلك. نجله،
هذا جواز، يعني ما عاد في بيستاهل وما بيستاهل. لك حكيك مزبوط، بس بالنتيجة صائب تحول لمنافسه، يعني كل شغلة بده يشوف عكسه عنده. بس هيك مو منيح، مو منيح، مو حلو. بعدين خلاص خلي يشيل هالقصة بقى من راسه، خلينا نخلص. بده فترة، طولي بالك، روقي عليه شوي. عم يصير قاسي كتير لك نجلة، قاسي كتير. أيمن، أي أيمن، أنا عند نجلة منيحة منيحة منيحة. وين الخانم؟ بغرفتك. هيام هيام، قومي بلا غلاظة، حشتها مبلا، يلا قومي. حلي عني يا لك هيام، قومي بلا سألة، يلا. يا الله، شو بدك؟ شو اللي جابك؟ اشتقت لك، صار لك زمان ما حكيتيني. اشتاق لك العافية، خير إن شاء الله. ليش أنا بدي حاكيكي؟ ليش مو حضرتك تحاكيني؟ ما في فرق، أصلاً شو صار يعني؟ نسيتي شو صار؟ نسيتي حالك كيف تصرفتي معي آخر مرة؟ فعلاً زعجتيني لينا. هلأ أنت اللي لازم تنزعجي ولا أنا؟ مواليد إلي. منين إليك؟ ما هو خطيب شادن، منين إليك؟ أنت قلتيها، يعني أنا اللي جبته؟ لا إله إلا الله، اختي معناته لا إلي ولا إليك، بقى هالأنانية على شو؟ لك مو أنانية، مو أنانية، هذا حساب بدي صفي بيني وبين شادة، لسه عاملة حالة مثقفة وقال شو؟ فئة أختي الكبيرة، هيك بدي علم عليها. إيه علمي عليها، أنا شو دخلني؟ هلأ هيك بدك تزعليني؟ بتحسسيني كأنه ما بيطلع لي معه؟ لا إله إلا الله، أو لا يطلع لك معه، أنا شو دخلني؟ هلأ أنت مثل أختي، بدي أتقاتل أنا وياكي مشان شقفة شبلة راح ولا أجا. هلأ وليد صار شقفة شبلة راح ولا أجا؟ وليد شب ظريف حبيبتي، وأنت بتعرفي أساسا مو لابق لبن جيرانكم. أنا قصدي منجي على بعضنا ومنتقاوى. إذا بيسألني وليد عنك بقول له بنت ظريفة وبتجنن ولو. هلا انا شو بدي بكل هذا الحكي؟ انا اللي بفهمه انه حضرتك زعجتيني السهره الماضيه، ولو صار شو ما صار ما كان بجوز تتصرفي معي بهي الطريقه اللي تصرفتي فيها. بعدين مو حضرتك بتقولي انه ما في فرق بيناتنا؟ يا ستي ما في فرق بيناتنا، هي اجيت لعندك وجبت لك ورد مشان صالحك، خلصنا بقى. هي فرديه اصلا لازم ندبر حالنا نحن مشان نعمل المكتب، ولا بدك اياهم يضلوا يقولوا صايعات وضايعات؟ يقولوا شو ما بدهم يقولوا، بس أنا اللي بسمع منه هذا الحكي بحط إصبعتين التنتين بعيونه وبقلع له إياهن. إيه هيك بدي إياكي. المهم هلأ روقتي؟ روقت، بس وليد ولا غيره تاني مرة لا تعملي معي هيك، فصل بنوب. هالمرة مرقت لك إياها. لك خلصنا هيوم، المهم لازم نساوي مكتب هلأ. إيه لك إيه شو إيه؟ بدي همتك، لقيت محل منطقة ممتازة وبسعد التراب. إيه شو ناقصه؟ ناقصه عماد، لأنه البلدية ما بتخلينا نعمر هونيك. شو على كيف البلدية؟ شو نحن عم نهدم ولا عم نعمر؟ البلدية والله راحت عن بالي هي، الحق معك. بعدين هي من شوي طلعت، راحت على البيت. لك لا انت الثانيه، شو هالحكي؟ الله يسامحك بجاه النبي على الحكي. لا بس انت حالي ما حلوه، دائما عم بحكي على الموبايل، فبجرب بحكي على الارضي، ومنه فرد مره هيك مسلم عليكي. لانه خايفه هيك تصرفات تصير من طبعك. انا تصرفات؟ ليك ايمن، هيك حكايات ما بتتخبى عن النسوان. انا بعرف كل شيء، وهدى حكت لي بنفسها، المخلوقه ما عندها شيء تخبيه. لا لا لا، بدك تفهميني انه تصرفات.
أيمن مو على بعضنا، المخلوقة حست بالإهانة، مو معقولة هيك؟ لكن شو المعقول؟ يجيها تليفون من واحد غريب قدامي واسكت؟ اسمعني منيح ولا تكبر الموضوع، القصة وما فيها إنه هي لينا بنت حماك مخها طائق. هلا لا تقلي لي. لأقلك شو؟ خلص خلص ما في شي ما في شي. أيمن مو أنا اللي بتآمر عليك، شو اللي عم يصير معك؟ شايف الإهانة اللي حتوصل لي إلي؟ شو اللي ما قلك يا؟ أنا آسف يعني ما بقصد، بس عن جد عن جد هذا التليفون جعزني. تفكيرك هاد رح يدمرك. هلا قليلي نطفتي لي قلبي، شو اللي كنت بدك تحكي لي إياه وما حكيتي؟ ولا شي. شبنا نجلاء، شبك يا عصبتي؟ خلاص أنا آسف. آسف ولا مو آسف؟ إذا ما في ثقة ليش والحكي؟ خلصنا نجلاء، نحن غلطنا ومنك السماح. على كل هذا ما له حديث تليفون، شوف إيمت بيناسبك وشرف لعنا ومنحكي. إيه بأمرك نحن. شو رأيك بعد الظهر؟ ماشي الحال، نحن بانتظارك. مع السلامة. الله معك، مع السلامة. صحيح بابا؟ كأني سمعت إنه الدكتور عادل مات. إيه والله رحمة الله عليه. وشلون هيك؟ يعني شو صار معه؟ والله ما بعرف، قال كأني سمعت إنه جلطه. لا لا يا دكتور عادل، والله بنزعل عليه. استاذ كان. والله أنا طلعت بجنازته كرمالك، مع إنه أمك ما كان عندها رغبة. والله هو الرجل قدم لي يعني ما فينا ننكر، أنت بتعرف. بس أنا كمان لازم أخذ بالخاطر. خاطر مين لك ابني؟ ما ضل حدا. مرته شكراً. أوهو فصلوا من زمان. ما تجوز عليها واحدة صبية مشان يجيب أولاد. لا لحق يجيب أولاد ولا لحق يجيب شيء. الله أخذ أمانته. بس أنا لازم أخذ بخاطر حدا. فهمان عليك لك ابني. بس خلص. هدى راحت بطريق غير طريقها. ترك المخلوقة بحالها. الله يسر لها. لا لا بابا أنت رحت لبعيد يعني، بس الواحد بيحس إنه في واجب تجاه أستاذه. والله ما بعرف يا ابني. على كل حال إذا بدك شي يوم خود أختك وروحوا عزوا حدا من نسوانه، خلي يرتاح ضميرك. والله فكرك. هلأ هيك بأمريكا بينهزوا بحالات الوفاة؟ شو بعرفني؟ شلون شو بعرفها؟ شو كنت عم تسوي هنيك ولا ما كنت بأمريكا؟ بابا أمريكا قارة، واللي بيأثر بحي بنيويورك ممكن ما يأثر بحي تاني. هنيك الإعلام مسيطر، بروباغندا. أنت عم تحكي عن 200-250 مليون نسمة. إذا في فرق بالساعة بين مدينة وتانية يعني في فرق توقيت. هاي هاي. شو عم تحسب؟ عم تسلى. شو بك وليد؟ أفكر أفكر. شو عم تفكر؟ بالبيت؟ بالمصاري؟ شو ما عم تزبط حساباتك؟ لك يا وليد شو الدنيا خربت؟ يعني ما اشتريت البيت السنة، بتشتري السنة الجاي؟ شو رح تهرب البيوت منك يعني؟ لا بس الشغل شو؟ سيدي إلا ما تفرج. يعني والله نحن وضعنا عجيب غريب. شاب عمره 28 سنة معه ليسانس أدب إنجليزي وقاعد على الطالب الطال، مو شي بيحط العقل بالكف. طيب أعطي دروس خصوصي. ما بعرف إذا كان خرجي هيك شي ولا لا، مع ذلك ما عندي مانع. بس وين هي الدروس؟ وين؟ شو هي بتجي لعندك ولا أنت بدك تروح تدور عليها؟ ولا أوف ولا شي، قوم لقلك قوم. لوين؟ ما شربت شي؟ ما بدي شي. طقس برا بجنة، مو عساس بتحب الخريف؟ بالمناسبة اليوم في مسيرة تأييد الانتفاضة قدام مكتب الأمم المتحدة، بتروح؟ منروح، شو في ورانا؟ قوم لقلك. هنيك بابا يا دوب الواحد يلحق برنامجه، شغل، أكل، شرب، سوق، غسيل، مواصلات، long distance، مسافات طويلة، there is no time، ما في وقت. إيه بس على علمي أنك كنت مبسوط. هلا بالنسبة للحياة هنيك كنت مبسوط، بس شكل الحياة هنيك بيختلف عن شكل الحياة هون. هنيك ما فيها مرحميني، بس على الكل. أيوة. مو على ناس وناس، عالم كتير كتير كتير. يعني ما في مجال لشلة أو قبيلة، ناس ما أنا مضطرة تعرف بعضها إلا بحدود. يعني ماني عارفان شو بدي أقولك. هنيك بابا كل شيء له أصول. Everything is planned.
كله مضبوط بقوانين واضحة ومعلنة ومحددة، كل واحد بيعرف شو اللي له وشو اللي عليه. أنا هذا هو اللي بدي إياه تماما. هاي مشكلتنا هون. هي بسيطة، إذا عندك مشكلة هون في إلى حل، بس إذا عندك مشكلة هنيك بدك تدفع ثمنها. ما في لعب، ما في رحمة. أنت لوين بدك توصلني؟ يعني شو بدك تقلي؟ بابا أنا ما بدي أقولك شي، بس يبدو أنك أنت حابب تسمع مني شي بريحك. أنا عندي إحساس أنك أنت مستعجل. بابا أنا ماني راجع على أمريكا إلا إذا كان في دورة تعليمية أو تدريب على شي جهاز جديد. هلا أنت ليش عم تحاكيني هالحكي؟ لما صرنا بحاجة للطلعة حضرتك تراجعت؟ هلا مو أنت اللي كان دكاني أدرس وأرجع على البلد؟ إيه بس الظروف هلا تغيرت. عفوا بابا، أنت هون عندك مشكلة بدك تتخلص منها. إيه تتركني؟ ما بتوقف جنبي؟ ما أنا جنبك، وين بتروح يعني؟ نحن مجبورين ببعض. بس يا بابا بدي اياك تفهم انه انا ما عاد لي فرصه بامريكا. ليش؟ كسلان؟ فاشل؟ لا ابدا، بس الجو الاجتماعي ما عاد يتحمل حدا من الشرق الاوسط. 11 ايلول خلتهم يعملونا مثل الهنود الحمر. ما هلا كنت عم تقلي نظام وقانون؟ يا بابا المساله خارج تصوراتنا العصماليه. المساله مو هيك بامريكا. يلي بيمس الامه والمجتمع بفرموه، الناس بتفرموه. نحن شو دخلنا؟ نحن ما دخلنا ولا خرجنا، بس هنن بدهم يدفعونا الثمن. الإعلام هيك صور المسألة. الإعلام يعني المعلومة، يعني العلم. بابا غير عقلية. يعني حضرتك بدك تتخلى عن عائلتك وقت صارت بحاجة إلها؟ هلا أنا إذا ما رجعت على أمريكا كون عم بتخلى؟ شبك بابا، أنا جراح وجراح كويس كمان، بكرة بشتغل وبنجح وبصير. من وين لوين لتشتغل؟ الدكاترة هون على قفا مين يشيل لك ابني. هنيك البداية أسهل بس الفرصة أصعب. اصطفل، أنا عم حطك أمام خيارين، يا بتنقذنا يا بتتركنا لمصيرنا. لا تحطني بهيك موقع، أنا ما عاد فيني أعيش هنيك. لك مو أنت عم تقول إنه أمريكا كبيرة كتير وواسعة؟ خلينا نروح لشي منطقة يكون فيها مجال للشغل. بابا أنا ما عاد أقدر أتحمل نظرة الناس إلي. لك ليش؟ بشو مذنب؟ أنا ماني مذنب، ما حدا مذنب، بس أنا متخلف من أمي متخلفة وضعيفة، حتى ما حدا بيعرف وين نحن على الخريطة. حيرتني ها؟ شي بتقول طيبين، شو بتقول لأمة، شي بتقول شايفيننا، شي بتقول مو شايفيننا. خلص غيو، خلص، عوضنا على الله فيك. أنا وياك مثل بعض، كل واحد هربان من مطرح. بابا لا تفهمني غلط، أنا بعرف إنه اثنيناتنا بريئين، بس شو العمل؟ نحن ما دخلنا، هيك الدنيا. مخها طائق، كل القصة وما فيها انه صائب رجع من امريكا، فهي شلون تتنمر على اختها؟ صائب ما غيره؟ ايه ما غيره. ايه؟ بقى شو بدك ياها تحكي؟ ايه تحكي تقول شو فيها يعني، شو انا متخلف؟ لا يا سيدي مالك متخلف، بس هالشغلة صعبة، انا مره وبفهم عليها صعبة. نجلة مع حق، هذا الحكي ما بينحكى، خلص ايمن، الموضوع تسكر وما بقى ينفتح، بعدين يا اخي ماضي المخلوقة ما مخبى عنك، شو بنا؟ خلي ثقتك بحالك كبيرة، المخلوقة بوش واحد. لك لا يا رجل، لك وين رايح انت؟ بسيطة بسيطة القصة، الموضوع عابر، يعني أنا متجاوزه وخالص منه نهائيا، بس الواحد بينقري من الأسرار، أنا ما بحب الأسرار، بسيطة. يا ريت تكون بسيطة. لا لك نجلة، ليه هيك عم تحكي؟ خلص يا أخي اعتبروا الموضوع مو موجود، حاجة لسه منكدين ومهزوزين على مسألة صارت معروفة واضحة. هذا هو الكلام الصحيح. لك يا اسمع، خلص هاي المسألة صارت عندك، بقى تصرف بعقل. خلص ولا يهمكم، انا ما يعني الموضوع كلياته من اساسه ماني مفكر فيه ولا بنو، بس الواحد هيك بتكون بينقرا بالداية بسيطه.
مرحبا سلام. هلا مرة. شبكي ليش هيك صفرة؟ ليكي لقيت هذا المفتاح. هذا مفتاح صندوق حديد؟ انتوا عندكم بالبيت صندوق حديد؟ لا. معناتها هذا المفتاح اللي عم تدور عليه درتك. شبكي سلام؟ بشو حاسة؟ عملك بابونش؟ لا 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 مالي طايقة ريحته ولا ريحة شي يعني. هذا حمل؟ مشان الله مروه خديني على المغسل. يلا تعالي. ما في شيء؟ وين رحت؟ وين اجيت اليوم؟ لا رحنا ولا اجينا اليوم، ما صار شيء. المدام مو رايقه. شلون يعني مو رايقه؟ طيب ليه ما خبرتيني؟ ما صار شيء، هذا تقديري انا. يعني هي بالعاده بتعزمني على فنجان قهوه على الفطور، تبعتني اجيب غرض، بس اليوم ما صار. خلص خلص شي. اوكي مشي الحال، فهمت عليكي. مره ثانيه حتى لو كان تقدير بتخبريني، مفهوم؟ حاضر معي. شو بدي لك؟ طبخه؟ ما بعرف. ايوه. مرحبا. اهلا. تغديتي؟ لا. وليش ما بدك تغدي؟ حردانة يعني؟ لك خدي واعطي معي، عم حاكيكي ردي علي. شو بدك يعني إلا؟ عم بسألك حردانة؟ لا ماني حردانة، وانت بتعرف انه انا الحركات ما بحبها. لك شو عم تعملي؟ عم تعطيني دروس يعني؟ عم تربيني؟ ولك قولي شو في؟ ما في شي، بس مو معقول الواحد تنهان كرامته وتكون ردة فعله ابتسامة وعلى عيني وعلى راسي. انا هنتي؟ انا كيف؟ انا ما حكيت معك شيء، حكيت معك عن الحب، عن الموده، عن قلت لك بحبك هيك. انا متذكر منيح قلت لك بحبك كوميات. لك انا كل القصه ما فيها انه بدي حافظ عليكي وعلى بيتي. يا بنت الناس، انت اللي اهنتيني لما 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 ما صرحتيني انه الافندي رجع من امريكا. كنت عم تهينيني، فهمتي ولا لا؟ يا ايمن، انا كنت ناوي احكي بالموضوع بس بشكل عقلاني. شو هذا؟ عقلاني؟ لا برافو، بدك تصفيقه يا ست هدى. ها مو ناقص غير تقليلي استراتيجي وتكتيكي وما تكتيكي. أيمن إذا بتريد لا تقلبها مسخرة. ولك شو هي عقلاني بطيخي؟ بدك ياني اسكت على شغلي عم ينضحك فيها علي؟ عينك كنت عينك؟ أيمن خلص خلص، بترجاك المسألة مو مستاهلة إهانات. كل الموضوع إنه لينا. بس أنت كذبتي ثم كذبتي ثم كذبتي، وبتعرفي إنه كل أمة لا إله إلا الله بتعتبر هالموضوع خطير على حياتهم العائلية. مزبوط مزبوط، حكيك صحيح، بس أيمن أنا ما كذبت، أنا بس تلبكت. لا يا ستي، أنت كذبتي وتلبكتي مع بعضهم، ومن وقت ما حكيت معك أختك هالتليفون مدري شو صار لك. لو القصة ما فيها إنها ما كنتي فتي ببعضك. أيمن خلص حاج، ما عاد بدي أسمع ولا كلمة، يا في ثقة يا ما في. Oh.
الشمس.